الاختلاف هذه المرة هو خروج الأطراف، يعني الدمازين، بورسودان، ثم عطبرة التي يعني أيقونة هذه الثورة مدينة عطبرة. الفلسفة برأيكم من خروج الأطراف قبل المركز، ما هي الأسباب؟ أشكرك على السؤال ده. هو ده بيأكد أنه أصبح أصحاب القضية في الأطراف ما في الخرطوم. الخرطوم فيها تنمية، فيها استقرار، فيها أشياء كثيرة. ما يسمى بالهامش واللي هو نفسه رفع عن مذكرات التهميش دي، وكان هو ذاته مشارك في الاستغلال من داخل البرلمان، هو اللي تواق للتغيير، وتواق للمشاركة، وتواق لأنه يحسن وضعه من خلاله. يعني من ضمن الحاجات الجميلة، يعني كان في الثورة، في إعلان أو في الثورة بتاعة 24 1924 بقيادة البطل علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماز والنخب الممتازة دي، كانوا هم بناظم استغلال السودان وبضحوا بأرواحهم. وفي نفس الوقت كان من ضمن الوثيقة اللي هو اعتراف الحكومة بالحق في الحكم الذاتي بالنسبة للجنوب. يعني هذه القضايا ليست جديدة يا باشمهندس، قضايا الحكم الذاتي وقضايا تقرير المصير، هذه يعني منذ قبل استقلال السودان حقيقة. وبعدين نحن لحد اللحظة بنعيش في تناقضات. التناقضات دي هي اللي ما ممكن تجيب لنا قيادات إلا فاشلة ومتناقضة. لابد نحن بنتكلم كنا عن التوعية الملتزمة عشان نطلع من إطار ومن صندوق الجهل والتبعية. أنا هحكي نكتة تعكس الواقع ده. زمان النكتة دي، ودي بتوري طبعا الثورات كلها شاركت بفنون وبثقافة عالية سودانية، هي اللي أسهلت وهي اللي حركت وجداد الناس، الثقافة الموجودة في السودان بالإضافة لقضاياهم اللي بتهمهم. لكن كان في نكتة قبل 20 سنة عملتها واحدة من الفرق الكوميديا السودانية. قال واحدين قبضوا لهم زول، قال له أنت معانا ولا مع التانين؟ قال لهم أنا معاكم. قاموا ضربوا، قال كيف نحن أنا معاكم تضربوني ليه؟ قال لي نحن التانين. فدي كانت مؤشر، وأنا أفتكر حق الناس انتبه أنه منه ده الفريق حسا في الثورة بتاع سبتمبر، منه أنت منه وبتمثل منه وأهدافك شنو. فكل مرة نحن نقول أوكي هتمرق مسيرة اليوم الفلاني من الجهة دي أو الجهة دي، يمكن تسقط لنا بعض الأقنعة، لكن الأقنعة ملصقة للصيق شديد جدا. فبيطلب من الشعب وعي شديد ودراسة لأهداف كل حتة، ويشوف أنه هل الأهداف دي ذاتها هل بتطلع بتمثل الشعب، وهل إذا بتمثل الشعب هل ممكن تتعامل، والنتائج شنو على السودان وعلى المواطن وعلى أي جهة. شكرا. طيبة لحياة طيبة.